بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم هناخد الدرس الثاني في باب الوضوء، وأيضا هنتكلم عن نواقض الوضوء، والنواقض اليوم هو مس الأعضاء التناسلية. اتفق الفقهاء أن مس الأعضاء التناسلية بحائل أي بفاصل زي الجلافز مثلا أن هذا لا ينقض الوضوء، ثم اختلفوا في ذلك إذا مست الأعضاء التناسلية بدون حائل يعني بدون ملبس جلافز. فبالنسبة لمس الذكر، جمهور الفقهاء على أن مس الذكر بدون حائل ينقض الوضوء، واستدلوا بحديث بسر بن صفوان قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. يبقى لو أنا بعمل إكزامينيشن للبينس مثلا، شاكك في هايبوسبيديس أو أي شيء، ومسيت البينس فده ينقض الوضوء ولا بد أن إيه أن أتوضأ. لو نيرس بتعمل كير للبيبي ولمست الذكر بتاع البيبي فلا بد ان ايه تتوضأ. طيب مس الدبر، مس الدبر الخلاف فيه اقوى، فذهبت المالكيه والحنابله والروايه عند الحنابله والحنفيه انه لا ينقض الوضوء، وقالوا ان الاصل الطهاره ولا يقاس مس الذكر على مس الدبر، وذهبت الشافعيه والحنابله في روايه ايضا الى انه ينقض الوضوء. فاحتياطا لو دكتور بيعمل بي ار مثلا والجلافز اتقطعت، احتياطا انه يتوضأ، لكن القول الاقوى ان هذا لا ينقض الوضوء. اما بالنسبه لمس الخصيتين، لو دكتور بيعمل اكزامينيشن ومس الخصيتين دون مس الذكر، فعامه الفقهاء والمذاهب الفقهيه ان مس الخصيتين او بتسمى في كتب الفقه الانثيين انها لا تنقض الوضوء. وبكده نكون انتهينا من باب الوضوء، وان شاء الله الباب القادم نتكلم عن باب النجاسه.